بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. النهارده ان شاء الله اليوم الثاني في ماده الاسينشالز اوف اكاونتنج. هنتكلم في المحاضره الرابعه، لان احنا امبارح خدنا ثلاث محاضرات اتكلمنا فيها على الفاينانشال اكاونتنج. فقلنا ان الفاينانشال اكاونتنج ركزنا فيه على التعريف بتاعها، انها اكاونتنج انفورميشن سيستم بيطلع انفورميشن فور اكسترنال يوزر. يعني امبارح لما اتكلمنا على الفاينانشال كان بيتكلم على الاكسترنال يوزرز، وعرفنا البيزك اليمنتس اوف فاينانشال اكاونتنج. اتكلمنا عن الاسيتس وعن اللايبيليتيز وعن الاونرز ايكويتي، اتكلمنا عن الانكم وعن ان هو فرق بين ريفينيو اكسبنسز، وعرفنا يعني دروينج، وتعلمنا كمان امبارح الفاينانشال ستيتمنت. خدنا ثلاث انواع من الفاينانشال ستيتمنت، اتكلمنا على الانكم ستيتمنت اللي هي ريفينيو ماينس اكسبنس، واتكلمنا على الاونرز ايكويتي ستيتمنت اللي هي كانت عباره عن الكابيتال ات ذا بيجينينج اوف ذا يير او بيجينينج اوف ذا بيريود بيزيد بحاجتين وينقص بحاجه، بيزيد بالانفستمنت باي اونر وبيزيد بالانكم وينقص بالدروينج، فيطلع لي الكابيتال او الاونرز ايكويتي ات ذا اند. وبعدين بعمل البالانس شيت اللي هي الاسيتس ايكوال اللايبيليتيز بلس اونرز ايكويتي، اللي كنا مسمينها اصلا البيزك اكاونتنج ايكويشن. وكنا خدنا بعض الامثله، فهمنا لما نعمل ترانزاكشن ازاي بتعمل افكت على البيزك اكاونتنج ايكويشن، هل هي بتزود الاسيت ولا بتنقصها، هل هي نو افكت، هل هي تاثيرها ايه على الاونرز ايكويتي. فكانت محاضره يعني الى حد ما اعتقد انها كانت لذيذه. يعني النهارده هنلعب لعبه تانية. النهارده هنتكلم على نوع تاني من الاكاونتنج. ازاي نوع تاني من الاكاونتنج؟ الاكاونتنج اصلا انواع، زي ما جينا امبارح عملنا الانترودكشن، الناس اللي اشتروا تاكس وكانوا جابوا سواق او مدير، والمدير بدا يعمل ديسيجنز، فالديسيجن ليدز تو ريزلت، والريزلت راحت للاونرز عشان يعملوا ايفالويشن. فاحنا قلنا ان في عندنا مجموعه من الاكاونتنج، ما هيش حاجه واحده بس. تعال نبص على الفكره دي التاني. الفكره كانت بتقول ان انا عندي اونرز، عندي مجموعه ناس، الناس ديت عندهم حاجتين مميزين بيهم، ان معاهم ريسورسز ومعاهم ايديا، فبداوا يعملوا استابليش ا بزنس، فالبزنس او الكومباني جابوا لها مانجر، لان مش شرط الاونرز يبقوا هم المانجر بتوع الشركه. وبعدين بدا المانجر يعمل ديسيجنز، والديسيجنز ليدز تو ريزلت، والريزلت ات ذا اند اوف ذا يير تطلع تاني يتعمل لها كوميونيكيشن للاونرز او الاذر اكسترنال يوزرز. وقلنا ان اللي قدام حضراتكم دي اسمها البيزنس سايكل، مجموعه ناس معاهم فلوس اونرز كونوا شركه وجابوا لها مانجر، المانجر بدا يشتغل فعمل ديسيجن، الديسيجن ليدز تو ريزلت، الريزلت بتطلع تاني للاونر والاذر اكسترنال يوزر. لكن فين الاكاونتنج في الموضوع دوت؟ بعد اذنكم اللي فاتح مايك يقفله لو سمحتوا. طيب، ما انا مش عايز اقفل المايكات عليكم بعد اذنكم، يعني عشان الصوت بيعمل صدى صوت جميل كده. انا شايفها كلها يا دكتور مقفوله بعد اذنك. طب الحمد لله، شايف كل المايكات مقفوله. ما هو كده ممكن يكون من عندك، هو كده اتقفلت. يا كده اتقفلت، تمام. فقلنا الفكره ايه؟ ان المانجر لما يجي يعمل ديسيجن بيحتاج انفورميشن. المانجر يقدر ياخد انفورميشن يعمل لها بروسيسنج. يعني حضرتك لو مدير في مكان بيدولك الانفورميشن الافيلبل، انفورميشن حضرتك بتاخدها تعمل لها بروسيسنج في دماغك وتطلع انت الديسيجن. لكن حضرتك ما انتش فاضي، ما عندكش وقت تو كولكت او جاذرنج الانفورميشن. يعني عشان يسالونا على اسعار المنتجات ده لازم حد يسال على اسعار المنتجات المنافسه، عشان يسالونا على اسعار المنتج اللي هستورده دوله كذا بتصدر بكام ودوله كذا، انا كمدير ما اقدرش اضيع وقتي في الجاذرنج للانفورميشن. فبيبقى في عندنا اكاونتنج هي اللي بتعمل الكلام دوت، سميناها المانجيريال اكاونتنج. فالمانجيريال اكاونتنج شغلتها الاساسيه هي بروفايدنج انفورميشن للمانجر فور ديسيجن ميكنج. ده اللي هنشتغل عليه النهارده. امبارح لما اشتغلنا في الاريا دي، ان انا عندي ديسيجنز اللي سميناها ترانزاكشنز، وكانت مشكلتنا هاو تو ترانسفير الترانزاكشن تو ريزلت. وقلنا ان الريزلت هي الفاينانشال ستيتمنت بتاعتنا، اللي هي البالانس شيت والانكم ستيتمنت والاونرز ايكويتي ستيتمنت.
ازاي نحول الترانزاكشن المتعدده اللي كل يوم بنعمل الاف الترانزاكشنز الى فاينانشال ستيتمنت عباره عن ثلاث ورقات كل ورقه فيها كلمتين او ثلاثه. ازاي نعملها؟ قلنا بنجيب اكاونتنج مخصوصه اسمها الفاينانشال اكاونتنج. وقلنا ان عشان الفاينانشال اكاونتنج تطلع فاينانشال ستيتمنت اقدر انا كاونر او كاذر يوزر اعتمد عليها، فاحتاجنا اكاونتنج جديده اسمها الاوديتنج، بتاخد الفاينانشال ستيتمنت وتراجعها وتتاكد انها مظبوطه عشان يقدر الاونرز والاكسترنال يوزرز يعتمدوا عليها. امبارح اشتغلنا في الاريا دي وركزنا على يعني ايه ترانزاكشن، وعرفنا انها تيك وجيف يعني لها وشين، وعرفنا ان احنا بنتعامل مع اسيتس ولايبيليتيز واونرز ايكويتي، واحنا بنطلع في الاخر فاينانشال ستيتمنت انكم ستيتمنت اونرز ايكويتي ستيتمنت اند بالانس شيت. ده اللي اشتغلنا عليه امبارح. النهارده هنشتغل في الاريا بتاعه المانجيريال اكاونتنج. انا عايز بس اقول لحضراتكم حاجه، المحاسب اللي شغال هنا غير المحاسب اللي بيشتغل هنا. يعني ايه؟ يعني ادي حضراتكم مثال مخل شويه. حضرتك عندنا طبيب عيون وطبيب بطنه، الاثنين اسمهم طبيب صح، الاثنين يتقال لهم دكتور، الاثنين هنا برضو يتقال لهم محاسب يتقال لهم اكاونتنت، لكن ده بتاع عيون وده بتاع بطنه مختلفين عن بعض تماما. العياده بتاعت راجل بتاع العيون ده بتلاقي فيها جهاز يقيس النظر ومعرفش دقه كده ويعمل لك نظاره، بتاع البطنه يخبط على البطن ويقول لك قول اي، يحط السماعه على ظهرك، ده ادواته مختلفه عن ده تماما. حتى الشخصيه بتاعت العيون غير شخصية البطنة، ولو جبت جراح تاني جراح مثلا بتاع عمود فقري هتلاقيه مختلف تماما عن الاتنين دول، مع ان كلهم اطباء وكلهم دكاترة. كذلك احنا كبتوع الاكاونتنج، احنا كل واحد عندنا اكاونتنت بيبقى له اتيتيود مختلف، بيبقى له طبيعة مختلفة. اكتشوالي لو بصيت له تلاقيه راجل مختلف عن التاني. ازاي؟ تعال النهاردة نتكلم على المانجير الاكاونتنج ونعرف الاكاونتنت بتاعنا اللي شغال مانجير الاكاونتنج مختلف ازاي عن بتاع الفاينانشال. اول حاجه يعني ايه مانجير الاكاونتنج؟ هي الحته اللي تحت دي. المانجير الاكاونتنج ساعات يسموها مانجمنت اكاونتنج، سواء مانجير الاكاونتنج او مانجمنت اكاونتنج، هي انترنال اكاونتنج. ايه انترنال؟ ما هي دي جوه الشركه. مش احنا امبارح لما جينا اتكلمنا عن اليوزرز قلنا ان اليوزر نوعين، في نوع اسمه internal users ده ناس جوه الشركة اللي هم المانجرز بتوع الشركة، وناس external users زي الاونرز والكريديتور والسبلايرز والراجل اللي هو بيسلفنا فلوس البنك والحكومة عشان تاخد مننا ضرائب، دي كلها external users، دول ناس بره الشركة. وقلنا امبارح ان الفاينانشال اكاونتنج providing information للاكسترنال users. النهارده هنشتغل مع الانترنال يوزرز، فنبقى المانجيريال اكاونتنج هي انترنال اكاونتنج. يبقى لو حد سالني هي في حاجه اسمها انترنال اكاونتنج اقول له دي المانجيريال اكاونتنج، ويبقى الفاينانشال اكاونتنج لها اسم تاني يسموها الاكسترنال اكاونتنج لانها بروفايدنج انفورميشن فور اكسترنال يوزرز. يبقى تانية شغلتها ايه المانجيريال اكاونتنج؟ هي بروفايدنج انفورميشن برضه، زي ما كانت الفاينانشال اكاونتنج بروفايدنج انفورميشن، المانجيريال اكاونتنج برضه بروفايدنج انفورميشن. اكتشوالي الاكاونتنج هي بروديوسنج انفورميشن، يعني الاكاونتنج هي بتصنع وبتنتج وبتوفر انفورميشن. لكن هو السؤال لمين؟ لو كانت المعلومات اللي طالعه دي فور اكسترنال يوزرز فيسموها اكسترنال اكاونتنج اور فاينانشال اكاونتنج، لو كانت بتطلع معلومات للانترنال يوزرز يسموها انترنال اكاونتنج او مانجيريال اكاونتنج. يبقى احنا بنركز على الانترنال يوزرز بتوعنا، وده يخلينا نختلف تماما عن الاكسترنال يوزرز. ليه؟ اصل الاكسترنال يوزر ده راجل غريب عن الشركه، ما اقدرش اطلع له كل حاجه، بطلع له على قدي لان في معلومات سريه. يعني لو تخيلت القلم اللي في ايد حضرتك اللي بتكتب بيه دوت، الحبر اللي جواه الانك اللي جوه القلم دوت له تركيبه كيماويه معينه، والمواد الخام اللي بنشتريها عشان نركب الحبر دوت بنجيبها من كذا مكان وليها نسب معينه، اهي دي سر ما ينفعش تطلع بره الشركه. ما ينفعش اقول للمنافسين ان الشركه بتاعتي بتعمل الحبر من ماده A وB وC ونسبه الخلط بتاعتهم كام، وده بجيبه من دوله كذا وده بجيبه من دوله كذا، ده سعره كذا وده سعره، ما ينفعش، دي اسرار.
وبالتالي لما بتتكلم على الانترنال اكاونتنج انت بتتعامل مع سيكريتس. الفاينانشال اكاونتنج انت عارف انها طالعه لحد غريب فبتبقى حريص. فاكر امبارح حضرتك لما حد كنا بنتكلم على الشيف الشربيني وعلى السالاريز، قلت لك لما بطلع الانكم ستيتمنت انا بكتب ان السالاريز بتاعتي 100,000 جنيه، ما بقولش محمد خد كام واحمد خد كام وحسونه خد كام، انا بطلع لك التوتال سالاري بتاعي لان المعلومات دي طالعه لحد بره الشركه غريب، ما يهموش يعرف محمد قبض كام ومحمود قبض كام وحسن قبض كام، لكن انا بقول له انا كشركه بدفع سالاريز 100,000 جنيه. جميل قوي. يبقى احنا النهارده هنشتغل مع مانجيريال اكاونتنج انترنال اكاونتنج، هنتعامل باسرار. طب ما تيجي نفهم اكتر. قال لك في 7 كي فاكتورز او 7 كي ديفرنسز بتوين الفاينانشال اللي خدناه امبارح وبتوين المانجيريال اللي هناخدها النهارده ان شاء الله. انا عايزك تحفظ لي دولت، ومش بغششك، ده سؤال في الامتحان. يعني حضرتك هتلاقي سؤال في الامتحان انك انت تقول لي 7 كي ديفرنسز بتوين الفاينانشال اند مانجيريال اكاونتنج، فيبقى ده سؤال في الامتحان اهو. طب ايه حكايتهم؟ تعال واحده واحده كده. اول حاجه الفاينانشال اكاونتنج بتشتغل مع يوزر مختلف عن المانجيريال اكاونتنج، فتلاقي الفاينانشال بتشتغل مع اكسترنال، تشتغل مع الاونر، مع السبلاير، مع الكريديتورز، مع التاكس اثوريتي، لكن المانجيريال اكاونتنج حتى من اسمها كده مانجيريال، فدي بتشتغل لانترنال يوزر. يبقى اول فرق جوهري ما بين الفاينانشال اكاونتنج والمانجيريال اكاونتنج هما اليوزرز. الفاينانشال اكاونتنج بتطلع ريبورت للاكسترنالز، للناس الخارجيين. المانجيريال اكاونتنج بتطلع ريبورت للانترنال يوزرز. لو تفتكر امبارح انا قلت كلمه وقلت لك هبينها لك النهارده. امبارح لما اتكلمنا عند الفاينانشال اكاونتنج قلت لك بنطلع فاينانشال ستيتمنت، صح؟ ولما جينا عملنا ديفينيشن للفاينانشال ستيتمنت قلت لك هي سيت اوف ريبورت، بس هي اسمها فاينانشال ستيتمنت. المانجيريال اكاونتنج لما بتطلع الانفورميشن بتاعتها بتعبيها في ريبورت. مش فاهم يعني الناس بتوع الفاينانشال اكاونتنج ما يستخدموش كلمه ريبورت، يستخدموا كلمه ستيتمنت، فيقول لك انا عندي فاينانشال ستيتمنت. بتاع المانجيريال اكاونتنج ما يستخدمش كلمه ستيتمنت، يستخدم كلمه ريبورت. ده حتى في استخدام الكلمات مختلفين عن بعض. الفاينانشال اكاونتنج بتطلع بروفايدنج فاينانشال ستيتمنت، ودي بتتعمل مره كل شهر او كل كوارتر او كل سنه حتى، لكن الريبورت دي زي ما هنعرف بعد شويه دي بتتعمل حسب مزاج المدير، اكوردنج تو ذا مانجر فيفورتس، اللي بيحبه. يبقى اول فرق مهم جدا هو اختلاف اليوزرز بين التو اكاونتنج. اختلاف اليوزر ده يؤدي. معلش نعم اتفضل يا فندم. معلش حضرتك امبارح كنت بتقول الفاينانشال اكاونتنج كان بي بريبير انفورميشن اصلا للانترنال والاكسترنال. لا يا فندم، للاكسترنال بس. احنا لما عملنا اليوزر امبارح قسمناهم اتنين، انترنال يوزرز واكسترنال يوزرز. ده الاكاونتنج عموما، الاكاونتنج عموما كل كلمه اكاونتنج بتطلع معلومات لليوزرز سواء كانوا اوتسايدر او كانوا انسايدرز، لكن الفاينانشال بتتخصص للناس اللي بره، عشان كده احنا قلنا هم كتير، فعشان اراعي نفسيه كل واحد ابقى نيوترال، فاشتغلنا اكوردنج تو جاب، فعندي كان ستاندر بيحكمني. لكن لما نيجي النهارده نشتغل على المانجيريال دي بتشتغل جوه الشركه بس، ما ينفعش المعلومات اللي جوه الشركه اطلعها بره الشركه. يعني حضرتك في شغل حضرتك في اسرار ما ينفعش اصلا تطلعها بره الشركه، دي بتاعه الشركه بتاعتنا بس. لو بنعمل مناقصه وبنطلع تكاليف بتاعه مناقصه، هل ينفع تطلع حضرتك التكاليف ديت للشركه المنافسه؟ اكيد لا، صح؟ يبقى انت بتعمل انترنال انفورميشن. بتاع الفاينانشال اكاونتنج امبارح بيطلع معلومات لكل الناس، لدرجه ان الشركات بتيجي في بعض الاحيان تعمل ورقه في الجرنان، صفحه في الجرنان تطلع فيها الفاينانشال ستيتمنت بتاعتها، فتلاقي حضرتك صفحه في الجرنان السي اي بي بنك فاينانشال ستيتمنت، حاطط الانكم ستيتمنت والبالانس شيت بتاعته. ده مين اللي يقراها؟ اي حد محتاج يقرا، فمختلفين عن بعض. فالاكاونتنج از اكاونتنج كده على كبيره بتخدم على انترنال واكسترنال، لكن لما نيجي نخش بقى جواها نلاقي الفاينانشال فور اكسترنال ونلاقي المانجيريال فور انترنال. تمام كده يا فندم؟ تمام يا دكتور. طيب
نتيجة اختلاف طبيعة الشخص اللي بخدمه معلش الاكاونتنج يا دكتور تختلف. سؤال بس، اتفضل يا هي فندم. طبعا الاكسترنال دي معناها حتى لو هم جوه الشركة بس مش هاندز اون جوب، مظبوط كده؟ لا يا يعني هم فندم، هقول يعني لحضرتك، هقول لحضرتك انا فاهم قصد حضرتك. انت قصدك تقول لي طب ما هو بتاع اللي جوه الشركه كمان بيشتغل بالبالانس شيت ويشتغل بالانكم ستيتمنت، قصد حضرتك كده صح؟ يعني انا كجوه الشركه انا ممكن استخدم مظبوط فعلا. البالانس شيت واستخدم الانكم ستيتمنت، حضرتك بتستخدمهم امتى؟ بعد ما يتعملوا ولا اثناء ما بيتعملوا؟ بعد ما يتعمل لا اثناء ما بيتعملوا. يعني ايه اللي بيطلع للناس بره انت اللي بتعمله، يعني الشركه هي اللي مطلعه البالانس شيت. البالانس شيت ديت صوره للشركه في تاريخ معين زي ما اتفقنا، الانكم ستيتمنت دي صوره الشركه خلال فتره معينه، انا اللي عامل البالانس شيت، انا اللي شاري الاسيتس، انا اللي دافع المرتبات، فده شغلي فانا عارفه وهو بيتعمل. وانس ما بدفع سالري انا كشركه كمدير انا اللي بمضي على الورقه بتاعت السالري، تمام؟ فانا لما اجي اخر السنه يقولوا لي السالري 100000، اقول لهم انا عارف، ما انا اللي مضى عليه. لما اجي اقول له اخر السنه احنا عندنا اكويبمنت ب 100000، يقول لك ما انا عارف، ما انا اللي شاريها. فاهمني حضرتك؟ يبقى انا اللي عامل الترانزاكشن. لكن المانجيريال اكاونتنج انا معاه، هقول لحضرتك حاجه، المانجيريال اكاونتنت دوت الدراع اليمين بتاع المانجر اللي هو مش موجود عندنا في مصر اكشوالي. يعني احنا عندنا في مصر حضرتكم في الشركه لو سالت هو فين المانجيريال اكاونتنت ممكن ما تلاقوهوش، هو موجود بس مستخبي، هو واحد تاني بيعمل الشغل بتاع المانجيريال اكاونتنت بس ما هوش اسمه مانجيريال اكاونتنت، هو اسمه اكاونتنت، اسمه محاسب. لكن في الشركات الكبيره واعتقد شركاتكم من الشركات الكبيره هتلاقي ان في برانش او في ميجر للمانجيريال اكاونتنت، ده الدراع اليمين للمانجر. اديك مثال، حضرتك مانجر وعندك مصنع، وليكن المصنع ده بيصنع منتج معين وليكن كراسي، بنعمل فرنيتشر وبنصنع كراسي. جالك كاستمر وسأل هو فين حضرتك المانجر، قلنا له اتفضل مكتبه على اليمين. فقام داخل عند المانجر، سلام عليكم انا عايز اخد من عندكم 1000 كرسي. بقول له اهلا وسهلا، واحد جاي لك ياخد 1000 كرسي ده لقطة. اتفضل يا فندم، واتصلت بالناس، فنجان قهوة للريس تشرب ايه يا فندم؟ قال لك قهوة مظبوط، جبت له قهوة مظبوط. فقال لك حضرتك هتدونا الكرسي بكام؟ ما هو انت لازم تتفق معاه على سعر. فقلت له حضرتك هي المواصفات اللي حضرتك عايزها في الكرسي ايه؟ لانها هتفرق، عايز كرسي صغير، كرسي كبير، كرسي بسندات، كرسي جلد، كرسي خشب، يعني اديني المواصفات. فبدأ يقول لك المواصفات ويدي لك الرسمة، انا عايز كرسي بالمواصفات ديت يتعمل هنا كذا، الكرسي الرجل تبقى كذا، له سندات، الظهر بتاعه تخليه جلد، حط مواصفات. حضرتك هتقول له سعر الكرسي كام؟ كام يا فندم؟ حضرتك المدير والراجل قاعد قدامك بيشرب القهوة وعطلك مواصفات لكرسي، هتقول له سعر الكرسي كام؟ خلي بالك انت لو غلطت في سعر الكرسي الشركة بتاعتك ممكن تفلس. يعني لو اديت له سعر غالي، لو الكرسي ده هيتكلف 50 جنيه وحضرتك قلت له ب 100، هيقول لك غالي متشكرين انا هدور على حد تاني. يبقى انت فقدت الكاستمر بتاعك، فقدت 1000 كرسي شغل. طب هو بيتكلف 50، حضرتك غلطت وقلت له 40، حضرتك التزمت ومضيت معاه دلوقتي كونتراكت، هتورد له 1000 كرسي ب 40، كل كرسي خسران 10 جنيه، حضرتك كده خسرت في قعدة 10000 جنيه. السؤال حضرتك هتقول له الكرسي بكام؟ هتقول لي ما هي هتحسب لي التكاليف الله ينور عليك، ما هي مش بديهة بقى وخبرة وبتاع، امال هتعمل ايه؟ حضرتك هتتصل بالتليفون بمحمد وتقول له الو محمد، انا عندي دلوقتي الاستاذ محمود طالب مننا 1000 كرسي بالمواصفات التالية كذا كذا كذا، بعت لك صورة الكرسي كلفنا كام. محمد ده هيعمل كده يا شباب، لو انتوا شايفيني دلوقتي هتلاقيني ماسك دماغي كده وبعصر دماغي، بتك على دماغي كده ويقعد يفكر لمدة 3 4 ثواني، 3 4 ثواني بس، ويقول له الكرسي كلفنا 55 جنيه يا ريس. ايه ده؟ ده المحاسب الاداري بتاع الشركة، انا اتصلت بيه قلت له الكرسي كلفنا كام، عصر دماغه كده لمدة 3 4 ثواني وقال لي 55 جنيه. هو جاب الرقم ده منين؟ الرقم ده مش حقيقي، خلي بالكم مش حقيقي، مش حقيقي. الكرسي ده لما هيتصنع مش هيتصنع ب 55 جنيه،
هو هيتصنع في حدود ال 55 جنيه، يعني يتعمل ب 52 53 54 57 58. فانا كمانجر خدت بالتليفون رقم 55، اقوم قايل ايه للكاستمر، اقول له والله انت طالب كرسي مواصفاته عاليه يا دكتور وبتاع، يعني معلش هيكلفك ب 70 جنيه. ايه ده، ده الراجل قايل لي 55. ما انت كمدير بقى هتلعب، هتشتغل، هتمارس قدراتك في البارجن والمساومه. ما هو الراجل ده لما هتقول له سعر مش هيرضى على طول، ده لازم يساوم ويفاوض، ولازم انت كمانجر تريحه. شفت التفكير هنا مختلف عن بتاع امبارح خالص. فيقول له 70 جنيه، فيقول له غالي 70، ده انا لسه سائل عليه بره والله وجابوا لي سعر 65 وبتاع. يقول له والله ده غالي، ده الخشب غالي دلوقتي والضرايب والجمارك والعمال والكهرباء، ويقعد يقلب له الدنيا، بس غالي والله 70، احنا عايزين ناكل فيهم عيش، هناخدهم ونبيعهم ونسترزق. طب بص، عشان خاطر حضرتك وعشان انت اول مره تتعامل معانا، انا هديهم لك ب 65 جنيه. فيقول له، يقول له والله ما هينزلوا ساغ، هم كده اخرهم، ما والله ما هقدر، يعني انا اتصلت بالراجل قدامك قايل لي 70 جنيه، ما هو المكالمه انت بس اللي سامحها. فهو الراجل ادالك ال 55، انت قلت لنفسك اكسب عليهم 10 يبقى ابيع ب 65، الراجل ده هيساوم ويفاوض، اقول له 70 فتنزل معايا على قد شطارتي ل 65. اللعبه اللي اتعملت دي اتعملت بيزد على ال 55 جنيه. ال 55 جنيه دي اللي عملها المانجيريال اكاونتنت، عملها ازاي؟ قال لك في دماغه كده، الكرسي ده هياخد خشب بكام، الكرسي ده هياخد جلد بكام، الكرسي ده هياخد مصنعيه بكام، الكرسي ده هيكلفني ميه ونور وتليفونات، عمال يحسب حاجات. هوريكم النهارده بتتحسب ازاي. حسبها في دماغه في ثانيه وقام مطلع رقم. المدير ما هوش غشيم، المانجر عارف ان ال 55 اللي قالها له دي نوت اكوريت، دي مش صحيحه 100%، لانك عشان تقول لي الكرسي ده يتكلف كام صح 100% هتعمل عينه منه، يعني هنصنع كرسي واحد ونشوفه هياخد خشب كام بجد، وياخد حديد بكام، وياخد جلد بكام، ومصنعيه بكام، ودي مساله عايزه وقت. والراجل عايز ياخد الديسيجن على ما يشرب فنجان القهوه، لانه قاعد قدامك بيشرب القهوه، على ما يخلص القهوه يا يمضي معاك العقد وموافقين ومبروك وربنا يسهل والتسليم بعد شهر، يا اما هقول لك متشكرين ما يلزمناش، صعبه غاليه مش حلوه. يبقى الحدوته مختلفه، التفكير مختلف. عشان كده شخصيه اللي انت بتتعامل معاه كاكاونتنت، هل هو انترنال ولا اكسترنال، بتفرق قوي. طب تعالى نركز على الفرق التاني. يبقى احنا اول حاجه عرفنا ان اختلاف اليوزر ده اكسترنال وده انترنال. حاجه تانية، حضرتك لما بتشتغل فاينانشال اكاونتنج بتشتغل على حاجه حصلت وتقول للناس عليها، فتقول لهم اشترينا امبارح ماشين، صرفنا امبارح كاش، دفعنا امبارح مرتبات. عشان كده لو تفتكر امبارح كنا بنشتغل بحاجه اسمها الهيستوريكال كوست، يعني من الهيستوريكال كوست يعني اشترينا بكام دفعنا كام، دي حاجه حصلت اكتشوالي، دي فاكت، دي حقيقه، دي حاجه حصلت ودوكيومنتد معاك ورقه. فاكر لما جاء الراجل قال لي احنا اشترينا ماشين ب 10,000، قلت له اديني الفاتوره، لانها ماست بي دوكيومنتد، ما بتخشش السيستم بتاع الفاينانشال اكاونتنج الا لما تبقى معاها فاتوره او معاها مستند، يبقى دوكيومنتد، ودي حاجه حصلت حقيقيه فاكت اكتشوالي. انا اقدر احلف لك على المصحف انها حصلت، يعني اما اقول لك اكويبمنت في البالانس شيت ب 10,000، انا اقول لك كده وكتاب الله والمصحف الشريف احنا اشترينا اكويبمنت كلفتني 10,000، ده رقم حقيقي فاكت. لكن تعالى لما نيجي نشتغل على المانجيريال اكاونتنج، احنا بنتكلم على فيوتشر. فيوتشر مش انت هتعمل ديسيجن؟ يعني ايه ديسيجن؟ يعني هننتج بكره كراسي، بكره اللي احنا لسه ما انتجناش الكراسي، هننتج بكره كراسي. فبقول لك الكرسي يكلفك 50 جنيه، ال 50 جنيه دولت ما حصلوش لسه، دول نقطه فاكت. هقول لك سؤال، حضرتك تقدر تحلف على المصحف ان الكرسي فعلا هيكلف 50 جنيه؟ هتقول لي لا، هو الراوند ال 50 حسب ظروف السوق. انا بقول الخشب دلوقتي سعره 1,000 جنيه، يمكن لما نيجي نصنع السعر يزيد او يقل. بقولك ان الكهرباء دلوقتي الكيلو وات مثلا ب 5 جنيه، ممكن بكرة يزيد. بقولك دلوقتي ان تكاليف النقل 50 جنيه، ممكن بكرة تزيد او تقل. وبالتالي الرقم اللي انت بتشتغل عليه ده ريليتد بفيوتشر. يبقى المانجير الاكاونتنج بتشتغل على الفيوتشر اورينتيشن، على حاجات هتحصل بكرة،
هننتج بكره كام يونت، هيكلفنا بكره كام يونت، هنبيع بكره كام يونت. لكن الفاينانشال اكاونتنج بتتكلم على الباست ترانزاكشن، حاجات حصلت فعلا وهي فاكت وحقيقيه ودوكيومنتد. فرق كبير قوي بين الانفورميشن اللي هتطلع من هنا، حاجات فاكت، حاجات حقيقيه، حاجات دوكيومنتد، وبين حاجات هتحصل في الفيوتشر كلها استيميتد، كلها تقديريه. لما الراجل اتصل بيك وقال لك هو الكورس ان شاء الله يكلفنا كام، فقعدت تفكر احنا ان شاء الله لما نشتري الخشب نشتريه بكام، ان شاء الله لما نجيب عمال العامل ياخد مصنعيه كام في الساعه، ان شاء الله لما نستخدم كهرباء نستخدم. كل حاجه بتتكلم على الفيوتشر، انت بتعمل استيميشن. ومفيش بني ادم عنده القدره ان يخلي الاستيميشن يساوي الاكتوال يساوي بعض، لا يمكن. فانت عندك فروقات دايما بين الاستيميشن وبين الاكتوال. فالامفسايسز بتاعتك او التركيز بتاعك، الفاينانشال بيركز على الباست، المانجيريال بتركز على الفيوتشر. مش كده وبس، ده كمان الداتا اللي انت بتشتغل بيها داتا مختلفه. بتاع الفاينانشال اكاونتنج انا لسه قايل لحضرتك من شويه، يحلف لك على المصحف انها حصلت وب 10000 جنيه، وكتاب الله والمصحف الشريف الماشين دي احنا اشتريناها ب 10000 جنيه. ليه؟ اصلها اوبجكتيف فيريفايبل. يعني ايه فيريفايبل؟ يعني دوكيومنتد. كلمه فيريفايبل يعني لو حضراتكم اديتكم فاتوره مكتوب عليها الكهرباء بتاعت المصنع الشهر ده 10000 جنيه، وصورت 10 نسخ من الفاتوره ديت ووزعتها على حضراتكم، وسالت سؤال لو سمحتوا يا شباب هي فاتوره الكهرباء بكام، كلنا هنبص على الفاتوره ونقول كام يا شباب؟ هنقول 10000. في حد مننا هيقول 8 او 7 او 11؟ لا، اصلها فيريفايبل. فيريفايبل يعني يمكن تتحقق منها انك تبص بعينك جوه الفاتوره، فانت الرقم مكتوب قدامك في فاتوره دوكيومنتد. يبقى كل الفاينانشال ديتا هي اوبجكتيف، حاجات حصلت موضوعيه وحقيقيه وفيريفايبل يعني دوكيومنتد. لكن الراجل بتاع المانجير الاكاونتنج ما بيركز، ما عندوش. هو انا لما قلت له الكرسي يتكلف كام وقال لي 50 جنيه كان عنده ورقه بالكلام ده؟ ما عندوش. هل عنده اثبات ان الكرسي هياخد فعلا 50 جنيه؟ لا ما عندوش. امال ايه؟ قال لك دي ريليفنت انفورميشن او ريليفنت ديتا. يعني ايه ريليفنت؟ يعني انا ولا معايا مستند ولا معايا دليل ولا اقدر احلف لك على المصحف، امال ايه؟ ده البيست استيميشن. يبقى كلمه ريليفنت ديت يسموها البيست استيميشن، ده افضل تقدير ممكن. يعني انا هدي لك معلومات انت كمدير عارف انها متقدره، بس انا باذل مجهود فيها. اوعى تفتكر ان انا خمنتها، ده انا راجل شغلتي اتعامل في الخشب، محاسب بيشتغل في شركه بتاعت فرنيتشر، فهو شغلته الخشب وبيعمل اوض نوم وبيعمل كراسي وبيعمل ترابيزات، فاللعبه دي معاه على طول، كل يوم بيحسب تكاليف. فبيقول الكرسي بالمواصفات دي ياخد مثلا 20 سنتي خشب، الخشب بكذا يبقى ال 20 سنتي يساوي كذا، المصنعيه هياخد العامل يقعد يشتغل عليه ساعتين، العامل بياخد في الساعه 10 جنيه، بيقعد يحسب الحواديت دي. لكن في الاخر كلها هي بيست استيميشن. اديك مثال تاني عشان تاخد بالك منه. فاكر امبارح اللاند؟ ايه اللاند دي كانت اسيت، كانت موجوده في البالانس شيت. البالانس شيت دي تبع الفاينانشال اكاونتنج صح؟ حضرتك كاتبين اللاند ب 100000 جنيه، كاتبين في البالانس شيت اللاند ب 100000. معناها ايه اللاند ب 100000 يا شباب؟ حد يقدر يقول لي معناها ايه؟ سؤال لحضرتك. السعر اللي اشتريت بيه. الله ينور عليك. اشتريت بيه. الله ينور. يبقى ده بنقول احنا اشترينا اللاند ب 100000. خلي بالك ممكن يكونوا شارين اللاند دي من 10 سنين. يعني من 10 سنين لما اشترينا اللاند كانت ب 100000. جاي لي النهارده واحد يشتري الارض ديت. قال لي هشتريها منك ب 105000. ابيع حاله ولا لا؟ انا كمدير عايز اخد ديسيجن، ابيع الارض ب 105 ولا لا؟ ايه رايكم؟ اسال المانجيريال اكاونتنج. هل ينفع اقارن ال 105 بال 100 واقول ان انا كسبان 5000 جنيه؟ قال لك لا، ده الرقم ده الرقم ده هيستوريكال، ده رقم حصل من 10 سنين يا حاج. امال تعمل ايه؟ ده انت تجيب المانجيريال وتقول له هي الارض النهارده تساوي كام؟ يعني هيجيب لك حاجه اسمها الماركت ايه؟ فاليو. فيبدا ينزل يسال السماسره والناس اللي في الشارع ويخش على النت ويبدا يدور على الماركت فاليو تساوي كام، فيقول لك الماركت فاليو مليون جنيه. اهي المليون ايوه دي الفير ماركت فاليو بتاعتها. انت لما مدير بقى الله ينور عليك، لا انت كمدير، الراجل قال لك بمليون جنيه، هل ده معناه ان الارض فعلا
اكيوريت ب 100% تساوي مليون جنيه ولا في حدود المليون جنيه؟ في حدود المليون، اه حدود طبعا. المليون تيجي بقى انت تقول للراجل انا هبيعها بمليون و100، في فيقول لك حدود الله ينور، فيقول لك غالية، ينور. فتقول له والله الارض غالية في المنطقة ديت وداخلة تنظيم وهيتعمل فيها ورخصة ومش رخصة ومية وكهرباء فيقول لك طب اخدها بمليون، بمليون و50، مليون و50، فتقول له ماشي. فتقول له ماشي. يبقى هي اللعبة هنا يا شباب، ان انا الفاينانشال اكاونتنج بتشتغل على حاجات حصلت فيريفايبل، لكن انا لما اجي اشتغل على المانيجيريال انا بشتغل على ريليفنت، مين اللي اكتر ملائمه، رقم ال 100,000 اللي هو مؤكد و100% ومعايا مستند بيه، ولا رقم المليون اللي هو استيميتد، مين في دولت مور ريليفنت للديسيجن؟ اكيد الماركت فاليو، مع انه مش حقيقي 100%، مش متاكد منه. ما يمكن السمسار عنده حد يشتري فبيقلل السعر، ما يمكن جاري مش عايز يبيع فيقلل السعر، يعني المليون ده ممكن يبقى اقل من الطبيعي او اكتر من الطبيعي، لكن انا بذلت مجهود ونزلت سالت وسالت كذا واحد ودخلت على النت وعملت شغلي ان انا اعمل البيست استيميشن. يبقى المانجيريال اكاونتنج بتشتغل على ريليفنت انفورميشن، ما بتشتغلش على الفيريفايبل انفورميشن. جميل. طب ايه كمان؟ نتيجه انك بتشتغل على ريليفنت ما بتشتغلش على الهيستوريكال كوست، يبقى الاكيوريسي بتاعتك قليله، البريسيشن بتاعتك، الدقه بتاعتك في المانجيريال اكاونتنج اقل من الدقه بتاع الايه، بتاع الفاينانشال. تعال اوريكم حاجه، بتاع الفاينانشال اكاونتنج بيطلع يا شباب حاجه اسمها فاينانشال ستيتمنت. فاكرين امبارح لما كنا بنكتب ات ديسمبر 31 2020، يعني البالانس شيت دي ات ديسمبر 31 2020، في الواقع العملي دي ما بتتعملش يوم واحد في ديسمبر 31 2020، اليوم ده اجازه وصباح الكريسماس، احنا بنقعد 15 يوم نعمل البالانس شيت، فنخلصها يوم جانيوري 15، نقعد 15 يوم نعملها وبعدين نبعتوها للاوديتور، فالاوديتور عايز يحلل الفيز اللي بياخدها، فيبدا ينزل ناس يفحصوا ويراجع ويجرد ويعمل الشغل بتاعه فيكتشف اخطاء، حتى لو مش اخطاء بيتصلبط عشان يقول لك ان انا اشتغلت، فيرجعها لك تاني في فبراير 30 او نقول 28 عشان فبراير ده 28 يوم، ويقول لك عندكم اخطاء كذا وكذا وكذا، قعد من 15 جانيوري ل 28 بيراجع، بياخد وقته مرحراحه العمليه معاه خالص، يرجعها لك 28 ويقول لك في اخطاء ظبطها، حضرتك تظبط الاخطاء يبقى مارش 15، تاخد لك 15 يوم على ما تظبطها وترجعها للاوديتور تاني، فالاوديتور يقراها ويراجعها ويظبط اموره، فتطلع للناس في ابريل فيرست. ايه ده؟ ده مكتوب عليها ديسمبر 31 2020، طلع للناس في ابريل فيرست 2021. خدنا وقت قد ايه عشان نعملها؟ خدنا شهر يناير وفبراير ومارس، خدنا 3 شهور، خدنا 90 يوم. انت بتهزر؟ لا والله ده اللي بيحصل وساعات اكتر. ايه ده؟ ما هي عشان تطلعها ما تخرش المية، عشان تطلعها بالانس لما تيجي التوتال اسيتس يساوي توتال لايبيليتيز واونرز ايكويتي وتوزن معاك، ده محتاجه وقت ومحتاجه شغل ومحتاجه تظبط دي وتنقص دي وتزود دي، حدوته بتاخد لها 90 يوم. انت عندك رفاهيه الوقت، براحتي تطلع في شهر ابريل، تطلع في المهم انها تطلع 100% اكوريت. طب تعالى بقى، الراجل بتاع المانيجيريال ما عندوش رفاهيه الوقت دي، امال عنده ايه؟ ده تايم كونسترين عليه. فاكر الراجل الكاستمر اللي جانا اللي بيشرب القهوه؟ انا المفروض اديله الانفورميشن على ما يشرب فنجان القهوه. طب انا لما اديلك معلومات على ما تشرب فنجان القهوه تبقى الدقه بتاعتها 100%، ولا المدير يقول لك ايه؟ اديني اي معلومات اشتغل بيها حتى لو دقتها 90%، لو اديتني 90% انا هشتغل بيها، يعني انا فاهم ان الرقم ده مش حقيقي 100%، انا هظبط نفسي، بس اديني هنت، يعني وريني السكه في حدود كام. لكن الفاينانشال ما عندوش في حدود كام، عنده صح 100%. عشان كده تلاقي لما بنيجي نتكلم على البريسيشن او الدقه، الفاينانشال اكاونتنج بتركز على الدقه، بتتكلم على 100% اكوريت. المانجيريال اكاونتنج بيتكلم على الجود استيميتس او البيست استيميتس از سون از بوسيبل،
يعني ايه برضو ادي لك مثال تاني عشان نفهمها اكتر. تخيلوا حضراتكم ان عندنا تندر، حضراتكم عارفين يعني ايه تندر؟ تندر يعني مناقصة. طبعا طبعا. عندنا مناقصة، هنقدم عرض اسعار في مناقصة، المناقصة دي فتح المزاريب بتاعتها واخر ميعاد لتسليم المزاريب بتاعتها يوم نقول مثلا ساتردي بكرة الصبح الساعة 12 او النهاردة السبت او الساعة 12. فانا قلت للمانجيري الاكاونتنت بتوعي، ده مش واحد، دول جروب، دول فرقة لهم ريس طبعا مانجيري الاكاونتنج مانجر، فقلت له لو سمحت احنا عندنا مناقصة، كرست الشروط اهي، اديني سعر المناقصة عشان اقدمه الساعة 12 يوم السبت. حضرتك كمانجيري الاكاونتنتس الناس قعدت تشتغل، وبدأ واحد ينزل يسأل، واحد يجيب أسعار، وواحد يتصل بالتليفون، وواحد يخش على النت يعملوا شغلهم، وجابولي excellent information، حلو قوي يعني، قريبة للمية في المية accuracy، بس جابوها لي الساعة 12 وخمس دقايق. ايه رأيك تنفع؟ ملهاش لازمة خلاص. الله ينور عليك، بقت يوسلس، ملهاش اي لازمة. ايه ده يا عم، ده انا اتاخرت خمس دقايق. ما هي الخمس دقايق دي ضيعت مننا المناقصه، المناقصه كان اخر ميعاد للتسليم الساعه 12، حضرتك جايبها لي معلومات 100% بس 12 و5 بقت يوسلس. انا هات لي معلومات 90% بس قدمها لي في الميعاد المناسب. عشان كده ده الفرق بين الفاينانشال اللي عنده رحرحه وبراح في الوقت بس يطلعها لي 100%. المانجيريال انا عايزك تجيب لي الجود استيميشن، يعني على قد ما تقدر طبعا تبذل مجهود وعندك اساليب وعندك تولز. ولما حضراتكم هتدرسوا مع بعض، في عندنا ماده في الكو في الـ في الام بي اي بتاعتنا اسمها مانجير الاكاونتنج، ماده كامله هنتعلم ازاي هنعمل الجود استيميتس دي، مش عمليه، مش تخمين، ده لها تولز ولها ادوات ولها وسائل. بس قبل الساعه 12 تجيب لي المعلومات وانا راضي بالاكيورسي تبقى اقل من 100%. بس شطارتك بقى انك ما تنزلش في الاكيورسي قوي، ما تبقاش 50% لكن تبقى 90 95 98. كل ما تزود الاكيورسي دي حاجة كويسة، لكن انا عارف ان عمرك ما هتوصل لكام في المية، لمية في المية اكيد مش هتوصل لها، لانك انت شغال تحت تايم كونسترين، الوقت زنقك، وانت بتتكلم على جود استيميتس حاجات لسه هتحصل في المستقبل. يبقى الفاينانشال بيركز على البريسيشن ولازم يطلعها 100%. خلي بالك لو ما طلعتهاش 100% الاوديتور هيظبطك وهيرجع يقول لا استنى الرقم ده غلط، راجع لي تاني، لا استنى الفواتير دي مجموعها غلط، لان في مراجع، في اوديتور هيراجع عليك. المانجير الاكاونتنج ما عندهاش اوديتور يراجع عليها، ده انا كاكاونتنت بطلع انفورميشن جود استيميتس واديها للمانجر يشتغل بيها، هو عارف انها مش دقيقه 100% بيبدا يشتغل ويظبط عليها. طب ايه كمان حضرتك؟ لو تفتكر امبارح لما جينا عملنا الفاينانشال ستيتمنت قلت لك في ثلاث سطور بيتكتب، وحد فاكر الثلاث سطور دول كانوا ايه؟ اول واحده كانت ايه؟ اول واحده كانت اسم الشركه، صح؟ كانت اسم الشركه. اول واحده اسم الشركه، نيم اوف كومباني. يعني لما حضرتك ستيتمنت وفور ايه، الله ينور، تمام جميل. حضرتك شركة امبي بتلاقي البالانس شيت بتاعت الشركة مكتوب عليها امبي فوق وتحتها بالانس شيت، دي فاينانشال. تعال لما نشتغل مانجيريال، المانجيريال اكاونتنج ما بتشتغلش على مستوى شركة، يعني ايه؟ تشتغل على مستوى سيجمنت. يعني ايه سيجمنت؟ يعني عند حضراتكم قطاعات مثلا، انا للاسف ما اعرفش القطاعات بتاعت الشركه بتاعت حضراتكم ايه، لكن اكيد عندكم حاجات مختلفه. لو حد من حضراتكم يقول لي القطاعات، ممكن قطاعات زي ايه مثلا؟ انشاء، قطاعات استخراج بترول، قطاعات تكرير، حاجات مختلفه كده، صح؟ انا فاهم صح ولا بقول اي مظبوط يا دكتور؟ كل واحده من دول عندنا. ايوه، يبقى الكونستراكشن ده قطاع. انا لما اجي اشتغل مانجير بشتغل على مستوى القطاع، ما بطلعش على مستوى شركة. الفاينانشال اكاونتنج تطلع على الكمباني وايد. حضرتك بيكتب شركة امبي بالانس شيت، شركة امبي انكم ستيتمنت، يبقى في الحالة ديت على مستوى شركة. انا لما اجي اشتغل مانجيريال اشتغل على مستوى الكونستراكشن لوحده، على مستوى التكرير لوحده، على مستوى الشحن والنقل لوحده، على كل قطاع لوحده. ليه؟ لان انا اللي هشتغل على الديسيجن دوت بتاع الحتة دي لوحدها،
ده لوحده له ليه اعتبارات مختلفة عن التاني. يعني بتاع الكونستراكشن بيتكلم على كوست وبيتكلم على سيلز مختلفة تماما عن الراجل اللي بيشتغل في النقل او بيتكلم في الشحن او بيتكلم على تكرير بترول، ده مختلف تماما. يبقى لما بنيجي نشتغل فاينانشال بنشتغل على الكومباني وايد ريبورت، فاينانشال ستيتمنت فوق اسم الشركة. المانجيريال اللي يشتغل على السيجمنت ريبورتنج، سيجمنت يعني يشتغل على كل سيجمنت لوحده، يعني شركة بتعمل تلاجات وغسالات وبوتاجازات. لما نيجي نشتغل فاينانشال نعمل شركة ال جي. لكن لما اجي اشتغل مانجيريال اخد التلاجات لوحدها والبوتاجازات لوحدها التلفزيونات لوحدها، يبقى ده بيشتغل سيجمنت، بيقطع الشركة حتت صغيرة كل جزء يشتغل عليه لوحده ديفيجنز او ديبارتمنت او برودكت لاين لوحدها، لكن الفاينانشال يشتغل على مستوى الشركة ككل. طب ايه كمان؟ قال لك فاكر امبارح لما جينا اشتغلنا فاينانشال اكاونتنج قلنا بنشتغل اكوردنج تو جاب. يعني ايه اكوردنج تو جاب؟ يعني كل الفاينانشال اكاونتنتس اللي في الدنيا بيشتغلوا اكوردنج تو ستاندر، ما بيشتغلش بمزاجه. اكتشوالي انا عندي كلمه بحب اقولها للطلبه بتاعتي، وحضراتكم طبعا مش طلبتي، انتوا حضراتكم زملائي واساتذتي، لكن كنت دايما اقول لهم ايه؟ لو خلينا الفاينانشال اكاونتنتس يشتغل بمزاجه يخربها. الفاينانشال اكاونتنت ده لازم يتكتف، لازم يشتغل اكوردنج تو ستاندرد تو جاب. انا اقول له عشان حضرتك تطلع مثلا من هنا من النقطه A للنقطه B خش الشارع وبعدين خد يمين وبعدين خد شمال وبعدين لف وبعدين خش يمين توصل للمكان. لو انا قلت له روح بمزاجك ممكن يروحها كده، تلاقيه عمال يلف حوالين نفسه مش عارف يوصل. انا اللي بقول له يروح ازاي، اهو بقول له اروح ازاي، دي اسمها ستاندر، اسمها معيار اللي احنا سميناه امبارح الجاب. عشان كده تلاقي الفاينانشال اكاونتنج بتشتغل اكوردنج تو جاب، الفاينانشال اكاونتنج بتشتغل اكوردنج تو جاب. المانجيريال اكاونتنت ما بيشتغلش اكوردنج تو جاب، امال بيشتغل اكوردنج تو ايه؟ قال لك بيشتغل حسب تفضيلات المدير بتاعه. هي في حاجه اسمها تفضيلات المدير؟ في حاجه اسمها تفضيلات المدير. ازاي يعني؟ مش فاهم، ركز كده معايا شويه. حضرتك لو عندك مدير ست او مدير راجل، انت بتهزر صح؟ لا والله، انا عندي مانجر واحده ست وعندي مانجر راجل، وانا بقدم الانفورميشن هتفرق، وانا بقدمها للمانجر الست هقدمها على ورقه كده بينك وعليها ورده وشكلها حلو، وانا بقدمها للمانجر الراجل هي حته ورقه وخلاص. اذا انت راعيت السيكولوجيه بتاعت المانجر. اراعي سيكولوجيه؟ طبعا، لان حضرتك لو قدمت الريبورت للمانجر وما قراهوش ما استفادش بيه، يبقى انت السيستم بتاعك باظ. مش احنا قلنا امبارح السيستم لازم يطلع انفورميشن ويتعمل لها كوميونيكيشن لليوزر؟ يعني لازم توصلها له، لازم تخلص العصير وتحطه في كوبايه نظيفه ويشربه، لو ما شربش العصير يبقى يوسلس ملوش لازمه. حضرتك وانت كالمانجيريال اكاونتنت لما يجي يدخل الريبوت للمانجر يسال عم حسن اللي واقف على الباب، هو الريس شرب القهوه ولا لسه؟ طب ايه دخل شرب القهوه بالريبوت اللي انت عامله له؟ اصل الريبوت قبل القهوه غير الريبوت بعد القهوه. قبل القهوه هياخد منك الريبوت يرميه على المكتب، لكن بعد ما يشرب القهوه ويفوق هياخد الريبوت ويقراه وياخد بيه الديسيجن. مش كده وبس، في عندنا مانجر، عندنا احنا في مصر يعني، يقول لك المانجر ده ادبي، تلاقيه مدير شركه بس ادبي. يعني ايه ادبي؟ يعني لما كان في الثانويه العامه ما دخلش قسم علمي، دخل قسم ادبي، وبعدين دخل كليه التجاره، وبعدين بقى مدير. طب ايه المشكله؟ حضرتك الادبي ده دخل الادبي عشان ما بيحبش الماس والرياضه. طب وانا مالي؟ لا ازاي انت مالك؟ ده انت لو اديت له الانفورميشن ارقام هيجي له ارتكاريا مش عارف يحل، هيقول لك ايه ده يا عم انا ادبي. فتلاقي مدير شركه يقول لك بالنبي يا حاج خلي بالك مني انا ادبي. يعني ايه ادبي؟ يعني ما تدينيش ارقام كتير. طب والحل بتاعه ايه؟ نديله ذا سيم انفورميشن بس في شكل جراف، ارسمها له شكل جراف كده، او اديها له في شكل ستيتمنت كلام، هو بيحب النوع ده. في واحد مانجر ملوش علاقة بالكمبيوتر خالص، يعني لما تقوله بيتفتح منين يقولك ناديلي السكرتيرة تفتح لي الكمبيوتر. فده ما ينفعش تبعت له المعلومات على شكل ايميل، ما هو مش هيعرف يفتحه.
فده تبعت له المعلومات في شكل ورقة وتحطها له في فايل وتحطها له على مكتبه. في واحد تاني ما بيحبش الورق بيقول لك خلص ابعت لي ميل. في واحد يحب الكلام الكتير فتطلع له المعلومات تفصيلية. واحد تاني بيقول لك هات لي من الآخر فتدي له المعلومات سمري. ايه ده؟ ده انا براعي الفيفوريتس اوف ذا مانجر. تعرفوا ليه يا شباب؟ ما قدرتش اعمل الكلام ده في الفاينانشال، لان المانجيريال اكاونتنت بيخدم على واحد بس، شخص واحد اسمه محمد، مدير الماركتنج، ماركتنج مانجر اسمه محمد، وانا بدي له المعلومات، فانا عارفه وعارف اسمه وعارف تاريخه وعارف انه ادبي ولا علمي وعارف بنته وعارف مراته وعارف بيجي الساعه كام وبيشرب قهوته ولا لا، ده انا عارف حياته كلها. فانا براعي المانجيريال او المانجر فيفوريتس. طب لما تيجي تطلع فاينانشال بتطلعها لمين؟ بطلع لاونر وانفيزيتور، والاونر دول ممكن يطلعوا 50 واحد، والانفيستور يطلعوا 1000 واحد، وكريديتورز وبنوك وشركات تامين وحكومه وضرائب. طب هتراعي نفسيه مين فيهم دول؟ قال لك لا ما تراعيش، اشتغل اكوردنج تو جاب وتبقى نيوترال. يبقى الفاينانشال اكاونتنج ده موحده، عشان كده احنا بنطلع بالانس شيت واحده للشركه، واحده يقراها اليوزر سواء كان اونر سواء كان كريديتور سواء كان حكومه، كلهم بيقروا نفس الفاينانشال ستيتمنت. لكن لما اجي اطلع للمانجر انا هراعي نفسيته واحتياجاته. مش كده وبس، حضرتك لو بتخدم على 2 مانجرز كمانجير الاكاونتنت، عندك واحد بتاع برودكشن، برودكشن مانجر، عندك برودكشن مانجر، عندك برودكشن مانجر، وعندك مثلا ماركتنج مانجر. هل تعتقد ان نفس المعلومات تروح للبرودكشن مانجر هي نفس المعلومات اللي هتروح للمانجر بتاع الماركتنج؟ يعني حضرتك بتخدم 2 مانجرز كمانجيريال اكاونتنت، عندك برودكشن اسمه محمد وعندك ماركتنج اسمه احمد، حضرتك هتقدم ريبورت، هل نفس الريبورت اللي هيروح لمحمد هيروح لاحمد؟ طبعا لا، ده باهتماماته مختلفة خالص، ده بيركز على الماتيريال وبيركز على العمال وبيركز على حاجات تانية، ده بيركز على سعر السوق وبيركز على الحملة الإعلانية وبعنا قد إيه، ده احتياجاته مختلفة عن ده خالص، فبتقدم لكل واحد اللي يحتاجه. يبقى المانجير الأكاونتينج بتشتغل على حسب الإيه المانجر فيفورت اللي يحبه أو جميل. آخر حاجة عندنا وللأسف دي مشكلة عندنا في مصر، إن المانجيريال أكاونتنج نوت مانداتوري. يعني إيه؟ يعني أنت ممكن تخش جوا شركات ما تلاقيش عندهم مانجيريال أكاونتنج سيستم، لكن الفاينل. نعم يا فندم. معلش حضرتك، هو جي اي اي بي ستاند فور إيه؟ جاب، جنرالي أكسبتد أكاونتنج برينسبل، جنرالي أكسبتد أكاونتنج برينسبل، والأيفرس International Financial Reporting Standard، دي المعايير المحاسبية بتاعت Financial Accounting كنا اتكلمنا عليها امبارح. جاب يعني Generally Accepted Accounting Principle، دي معايير او مبادئ متعارف عليها بين المحاسبين كلهم بيشتغلوا بيها، بس كل شركة عندها الجاب بتاعها. يعني تلاقي Egyptian جاب، Saudian جاب، US جاب، الايفرس دي حاجة عالمية International. يعني معناها ده ستاندر، ستاندر والتاني ستاندر. مش ستاندر، لا الاثنين ستاندر، بس الجاب على مستوى الدولة، يعني كل دولة لوحدها عندها الستاندر بتاعتها فيسموه جاب. يعني مصر عندها الستاندر بتاعتها يبقى الايجيبشن جاب، السعودية عندها الستاندر بتاعتها يبقى سعوديان جاب، لكن الايفرس هي الستاندر على مستوى العالم. وحدوا بقى بدل ما يشتغلوا كل دولة لوحدها، لموا كل الكلام ده وعملوه انترناشنال فاينانشال ريبورتنج ستاندر، معايير دولية. اوكي، انا قصدي يعني ان الفاينانشال ده بيمشي على ستاندرد، واما المانجيريال ده بيبقى على حسب المدير. بالظبط، برافو عليك، هي دي الفكره الاساسيه اللي عايزه توصل لحضرتك. يعني ان الفاينانشال بيبقى عنده ستاندرد بيشتغل بيه، ما يقدرش يحيد عنه. لو حضرتك جبنا 10 محاسبين قلنا لهم اعملوا نفس الحاجه، يطلعوها تيبيكال، يطلعوها زي بعض بالظبط، لان عنده تمبلت، عنده ستاندرد بيشتغل عليه. المانجيريال لا، ده بيشتغل حسب المدير بتاعه، يحب ايه، يفضل ايه، بيركز على ايه، فالحدوته مختلفه جدا. اوكي، شكرا جدا. العفو يا فندم. اخر حاجه هي المانداتوري. يعني ايه مانداتوري؟ دكتور بليز اتفضلي يا فندم، اتفضلي يا فندم، اتفضلي. هو الجاب دي الجاب دي ابلايد هنا في مصر ولا نوت يت؟ لا ابلايد طبعا في مصر، احنا بنطبق دلوقتي الايفرس كمان.
احنا بنطبق الايفرس في مصر، المعايير الدوليه طبعا مصر بتطبق المعايير الدوليه بقى لها كذا سنه. كومبالسوري ولا مش كومبالسوري؟ سوري مش سامع حضرتك. دي مانداتوري انها تتطبق في مصر اه طبعا ولا لا؟ اه طبعا اه طبعا، وخصوصا الشركات الليستد في البورصه، الشركات المتسجله في البورصه المصريه لازم تطبق المعايير الدوليه، لازم، ولا الاوديتور مش هيوافق ومش هيمضي على الفاينانشال ستيتمنت بتاع حضرتك. نيجي بقى على المانداتوري. احنا عندنا في مصر فعلا المانجيريال اكاونتنج نوت مانداتوري، وطبعا ده في كل الدنيا. يعني ايه مانداتوري؟ اعتقد يا ريت تقفلي بس المايك بعد اذنك. مصطفى يا ريت تقفل المايك بعد اذنك. مانداتوري يعني لازم اعملها، يعني باي لو، يعني الشركه اللي ما بتطلعش فاينانشال ستيتمنت يبقى عندها مشكله. اول حاجه لو الشركه دي ليستد في السكيورتي ماركت في البورصه ممكن تتشطب من البورصه لانها ما طلعتش الفاينانشال ستيتمنت في ميعادها. طب لو كانت شركه صغيره، يعني ايه شركه صغيره؟ يعني انا عندي دكان حلاق، اكيد الدكان الحلاق ده ما بيعملش فاينانشال ستيتمنت. يعني هو في الواقع العملي بيعمل، هو بيروح لمحاسب اخر السنه يقول له ظبط لنا الفاينانشال ستيتمنت بتاعتنا، فيقعد يفبرك له فاينانشال ستيتمنت ويمضي له عليها ويروح يسلمها الضرايب. طب لو ما عملش كده، يعني ما عملش فاينانشال ستيتمنت، بيحصل له ايه مع الضرايب؟ حد يعرف؟ يعني لو ما عنديش فاينانشال ستيتمنت، ما عنديش دفاتر، يعملوا فيا ايه الضرايب؟ يخربوا بيتي. الله ينور عليك، الله ينور، يعملوا ضرايب جزافيه. بالظبط، تقدير جزافي، يعني يخش عند محل الحلاق يقول له انت عندك 5 كراسي يبقى 5 تنفار، الواحد بيحلق في ساعه، وانت عندك اليوم بتاعك بتشتغل 20 ساعه، يجيب له ضرايب 1,000,000 جنيه. يا عم في ايه ده، احنا ما اشتغلناش ب 5000 جنيه طول السنه. يقول له لا، ما هو جزافي، اصل انت ما عندكش مستندات. عشان كده الفاينانشال اكاونتنج دي مانداتوري بالنسبه للشركات، لازم تطبق فاينانشال اكاونتنج. انما المانجيريال احنا عندنا في مصر للاسف الشديد يعني بنشتغل، المديرين بيشتغلوا بالبديهه، بالخبره، بالفهلوه، بالشطاره. يعني ما يجي الراجل اللي ابو قهوه ده اللي يشرب معاه قهوه عشان يقول له الكرسي بكام، المدير ما يتصلش بالبتاع الكوست ولا بتاع المانجيريال يساله الكرسي يكلفني كام، ده هو اللي يقعد يحسبها في دماغه ويقول له نديك الكرسي ب 90 جنيه. جبتها منين دي يا حاج؟ يقول لك من خبرتي، ده انا في السوق بقالي 20 سنه. فعشان كده تلاقي المانجيريال اكاونتنج في مصر نوت مانداتوري، وحتى في العالم كله يعني الشركات العالميه ما بيبقاش مانداتوري، مش مجبر ان اطبق مانجيريال اكاونتنج سيستم، لكن لازم اطبق فاينانشال اكاونتنج سيستم. هتقول لي بس انا الكلام ده كتير وهتوه فيه، انا نفسي بتوه فيه، فانا عامل لك سامري له. بص معايا حضرتك كده، اللي طالبه من حضرتك الاتي، انك تعرف لي ان هم 7 حاجات: اليوزرز، الفروقات، اليوزرز، التايم فوكس، الفيريفايبيليتي فيرسس الريليفانس، البريسيشن فيرسس التايم لينس، السبجكت، الرولز، الريكويرمنت. وتقول لي كده كلمه لكل واحد. فلما تقول لي اليوزر تقول لي الفاينانشال ده اكسترنال، المانجيريال ده انترنال او مانجر، مش عايز اكتر من كده. لما تقول لي التايم تقول لي الفاينانشال هيستوريكال، المانجيريال فيوتشر. لما اقول لك فيريفايبيليتي وريليفانس تقول لي الاكونتنج بتاعت الفاينانشال بتركز على الفيريفايبيليتي، المانجيريال اكونتنج تركز على الريليفانس، كلمه مش عايز اكتر من كده. البريسيشن، الفاينانشال بتركز على البريسيشن، المانجيريال يركز على التايم لينس، على الوقت والسرعه. ده يركز على الكومباني وايد، ده يركز على السيجمنت، ده فولو الجاب، ده نوت فولو جاب، ده مانداتوري، ده نوت مانداتوري. يعني مش عايز الكلام الكتير اللي احنا قلناه كله يتقال، انا عايزك حضرتك تعرف الجدول دوت 7 اختلافات، وكل اختلاف في كلمه واحده: اكسترنال ولا انترنال، هيستوريكال ولا فيوتشر، فيريفايبل ولا ريليفانس. بس، وده سؤال في الامتحان. استفسار صغير يا دكتور بعد اذن اتفضل حضرتك. يا فندم اتفضل يا فندم. اللي انا فهمته من اللي حضرتك شرحته دلوقتي على المانجيريال اكاونتنج، ان يعني مش يعني خلينا نقول لحضرتك مثلا عندنا احنا في امبي مثلا، اتفضل، في عندنا اللي حضرتك بتقوله ده فعلا دي اداره كامله عندنا اسمها اداره او هندسه التكاليف. تمام، اداره هندسه التكاليف. تمام تمام.
عباره عن اداره هندسيه فيها مجموعه كبيره من المهندسين بتخصصات مختلفه، دورهم ان هم بيعملوا داتا بيزز وعندهم اكسبيرينس بشكل واسع، عشان لما بيجي لنا بروبوزل او بيجي لنا تندر احنا داخلين فيها او عندنا وات ايفر يعني محتاجين ان احنا ناخد فيه قرار، لازم يعدل هندسه التكاليف، بتحسب اللي حضرتك قلته ده بالظبط نفس الشغل اللي حضرتك كده ده، ويدي للمدير في الاخر صوره مجمله عشان بيانات يقدر ياخد بيها قرار تمام ان هو كوت ولا ان كوت ولا 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 نعتذر عن الكود الكوتيشن، يعني هنعمل ايه يعني. صح. وبالتالي انا وجهه نظري في الموضوع يعني ببساطه شديده ان يعني في مصنع الكراسي القسطة اللي هو الفورمان بتاع الورشة هيبقى احسن واحد يديني الداتا دي لو انا عايز اخد القرار، في مصنع اخر بتخصص تاني هيبقى المتخصص القديم اللي عندهم الراجل القديم اللي هو صاحب الخبرة هيساعدني في اتخاذ القرار. ليه احنا عملناه اكاونتنت؟ يعني السؤال بتاعي طالما الموضوع في كل مجال من المجالات اللي هيديني الانفورميشن هيكون من اهل الخبرة في هذا المجال. جميل. هو يمكن ده سبب كلمة ان هو نوت مانداتوري، بس انا سؤالي هو ليه ده بالذات في علم المحاسبة، او ليه دوت احنا حاطينه كشغلة من شغلانة المحاسبين؟ اقول لك يا سيدي حضرتك، انا كمحاسب هروح فعلا للراجل الكبير الخبرة واجيب منه المعلومات، بس صياغة المعلومات وترتيبها في شكل ريبورت ده شغلي انا كمحاسب، انا اعرف المدير هيحتاج ايه فادهوله بشكل ملائم. الراجل ده انا هسأله يا حاج في رأيك الكرسي دوت يتصنع في كام ساعة؟ أنا كمحاسب ما أقدرش أقولها، ما أعرفهاش، أنا مش نجار، فبروح له هو وأقول له الكرسي يا حاج دوت يتصنع في كام، يقول لي ده ياخد له ساعتين، أنا أخد بقى الساعتين دي منه وأعمل لها ريشيبينج. ريشيبينج يعني إيه؟ أشوف معدل أجر الساعة كام وأضربهم في بعض وكم كرسي وأحسب حساباتي وأقدمها للمدير. بمعنى إيه؟ أنا بعد دقيقتين من دلوقتي هوريكم الفرق بين اللي حضرتك قلته اللي هم الناس بتوع الكوست اللي هم المهندسين اللي كانوا شغالوا في الكوست وبين المانيجيريال، وهعرفك بعد اذنك يعني هوري حضرتك الفرق بين ليه بتاع الكوست ما بياخدش الشغل يديه على طول للمدير، ليه لازم يعدي على تيوب او يعدي على حد ياخد الكلام دوت يعمل له ريشيبنج ويظبطه. الفكره اللي حضرتك قلتها عبقريه وفعلا مهمه جدا، وهوضحها لحضرتك بعد دقيقتين لو سمحت لي. يعني يبقى احنا كده عندنا سبع فروقات، هنركز على الفاينانشال والمانجير. اتفضل يا فندم. معلش يا دكتور انا اسال بس السيجمنت اوف ان اورجانيزيشن ده اللي انا كان النت فصل مني فما سمعتوش، مش فاهم. اقول لحضرتك، حضرتك عندكم حضرتك شغال في امبي صح؟ تمام. الشركه نفسها اسمها امبي، فده يسموه الكمباني وايد. لما تيجي حضرتك تطلع انكم ستيتمنت او بالانس شيت تيجي لحضرتك هتلاقي مكتوب عليها فوق كده شركه امبي، ده على مستوى شركه. لكن حضرتك عندكم قطاعات، عندكم قطاع الكونستراكشن مثلا صح؟ في قطاعات تانية زي ايه؟ قطاعات مختلفه. اهو انا لما اجي اشتغل مانيجيريال ما اشتغلش على مستوى الشركه، اشتغل على مستوى كل قطاع لوحده، لان مدير قطاع الكونستراكشن بيحتاج معلومات غير بتاع النقل، غير بتاع البترول، غير بتاع الانابيب صح؟ فالمعلومات عند كل واحد مختلفه عن التاني. يبقى المانيجيريال بتشتغل على البرودكت لاين، على خطوط الانتاج، بتشتغل على الديفيجنز، بتشتغل على الديبارتمنت، دي اسمها سيجمنت. لكن لما اجي اشتغل فاينانشال انا ما يهمنيش، بشتغل على شركه ام بي كلها، بقول لك الشركه كسبت السنه دي مليون جنيه، طب انهي قطاع حقق ارباح اكتر من التاني؟ ما يبانش على الفاينانشال لكن يبان جوه المانيجيريال. كل قطاع بقى يقدر يقول لك انا كسبان قد ايه وخسران قد ايه، بدفع مرتبات قد ايه، تكاليفي قد ايه، على مستوى السيجمنت او مستوى الديفيجنز او مستوى البرودكت لاين اللي عندك، فالاهتمام مختلف. تمام كده يا فندم؟ تمام. شكرا. على ايه يا فندم؟ طب ما تيجي نجرب شويه اسئله على اللي فات ده، نشوف لو جينا هنتسال فيه نعرف نجاوب ولا لا. تعال الاول كده ناخد ترو فولس، يعني عبارات كده يا صح يا غلط، ونشارك بعض. نمبر 1 بيقول لي المانجيريال اكاونتنج از برايمري كونسيرند وذ ذا اورجانيزيشن از ا هول راذر ذان سيجمنت اوف ذا اورجانيزيشن، اللي لسه حضرتك كنت سائل عليه. ها طبعا، لان المانجيريال اكاونت تركز على السيجمنت، اللي بيركز على الكومباني از ا هول ده مين؟ ده الفاينانشال. لما اجي احل سؤال زي دوت، يعني دي حاجه برضو بعد اذنكم من حد بتاع تيتشنج، دوروا على الكي وورد. يعني ايه الكي وورد؟
يعني انا الكلام الكتير دوت ما ياكلش معايا. هو دور على ايه؟ هو بيسأل على مانجيريال اكاونتنج، فتلاقي تحتيها خط، حاطط تحتيها خط اهي، مانجيريال اكاونتنج بيعامل الاورجانيزيشن از هول. دي اللي ركز عليها، هل المانجيريال بتشتغل على الاورجانيزيشن از هول؟ اقول له لا غلط، دي سؤال الكي وورد بتاعتي. طب تعال نجربه كمان واحده. المانجيريال اكاونتنج بليسز ليس امفاسايسز اون بريسيشن اند مور امفاسايسز اون فلكسبيليتي اند ريليفنس ذان فاينانشال اكاونتنج. صحيح. اه يبقى المانجيريال اكاونتنج فعلا ما بتركزش على البريسيشن قوي، هي طبعا بتركز عليها لكن مش كل تركيزها على الدقه، هي بتركز اكتر على الريليفنس والفلكسبيليتي وعلى السرعه وان اخلص المعلومات في وقت قليل حتى لو دقتها قليله شويه، لكن انا اي كان اكسبتد. يبقى دي ترو صح كده. طب نشوف اللي جايه كده. مانجيريال اكاونتنج از نوت جوفرند باي جنرالي اكسبتد اكاونتنج برينسيبل. هي الجاي. امال هي امال ايه اللي بيحكم المانجيريال اكاونتنج؟ يقول لك المانجر فيفرتس اللي يحبه، لكن الفاينانشال اكاونتنج ماست فولو جاب، لازم تبقى جوفرند باي جاب. يبقى المانجيريال اكاونتنج نوت جوفرند باي جاب، يبقى دي ترو. الاسئله من النوع ده مش اعتقد هتبقى صعبه بالنسبه لحضراتكم. الفاينانشال اكاونتنج طب جميله يا فندم، هو الامتحان هيبقى كده. الفاينانشال اكاونتنج اند مانجيريال اكاونتنج، اول ما تلاقي الاثنين مع بعض اعرف انها غلط. اصل تخيلوا ان الاثنين دول عكس بعض تماما، يعني الفاينانشال اكاونتنج اقصى اليمين والمانجيريال اكاونتنج ده اقصى الشمال، واحد بيركز على الدقه 100% وواحد يقول لك يا عم كبر دماغك. خلي بالكوا كلمه كبر دماغك دي ده اكسبريشن عندنا محاسبي، يعني الراجل بتاع الفاينانشال ما يقدرش يكبر دماغه. دي صنعة بالظبط. الله ينور سهلة. الله ينور عليك. يعني موضوع كبر دماغك دي صنعة مش سهلة. اه والله هوريها لك دلوقتي بتتعمل ازاي، فعلا صنعة. ازاي اكبر دماغي فعلا؟ انها بتاع الفاينانشال ما يقدرش يكبر دماغه، بتاع الفاينانشال عنده مستندات وبيراجعها ويجمعها ويتاكد ويدي واحد زميله يراجعها والتالت يراجع وراهم عشان تطلع 100%، لكن بتاع المانجيريال بيكبر دماغه يقول لك هي في حدود 50 جنيه. يا عم مش 50 ده يمكن 49، يقول لك يا عم 49 ب 50 ما فرقتش، كبر دماغك. اي كبر دماغك دي يعني الفرق بين 49 و50 ما يستاهلش المجهود اللي حبذله عشان الاكيورسي. يبقى اكيد الفاينانشال اكاونتنج اند مانجيريال اكاونتنج ماست بريبيرد اكوردنج تو جاب، يبقى دي غلط لان الاكوردنج تو جاب دي اكيد فولس، لان المانجيريال اكاونتنج نوت اكوردنج تو جاب والفاينانشال اكوردنج تو جاب. طب تعال نجربه لو جبنا ام سي كيو، لان الامتحان بتاعنا هيبقى يا اما ام سي كيو يا اما ترو فولس يا اما كتابه. طب نجرب كده الام سي كيو مانجيريال اكاونتنج ويديني اربع اجابات اختار منهم الاجابه الصح. نعم يا فندم. هو الصوت مش واضح عند حضرتك، لان الصوت عند حضرتك فيه مشكله، واضح ان النت عند حضرتك فيه مشكله. يعني صوت حضرتك بيقطع وحضرتك بتتكلمي، صوتك مش واضح يا مدام رحاب. بالظبط هي المشكله عند حضرتك بعد اذنك، يعني من النت عند حضرتك، لو في راوتر ممكن تبقى قربي له شويه او حاجه كده. يعني المانجيريال اكاونتنج هاز اتس برايمري امفاسايسز اون فيوتشر ريكوايرد ريجولاريتي بوديز. الريجولاريتي بوديز دي الجهات التشريعيه زي السكيورتي ماركت، دي ريكوايرد باي الريجولاريتي بوديز، يعني لازم تتعمل، يعني مانداتوري، يعني ريكوايرد باي الريجولاريتي بوديز معناها انها مانداتوري. فوكس اون ذا اورجانيزيشن از ا هول. الاجابه الصح تطلع ايه يا شباب؟ المانجيريال اكاونتنج ايه؟ بالظبط هي بتركز على ايه؟ على الفيوتشر. دي صح. هل هي مانداتوري؟ لا مش مانداتوري. هل هي بتتكلم على الكومباني از ا هول؟ لا هي بتتكلم على السيجمنت ريبورتنج. يبقى الاجابه الصح بتاعتي هي ايه؟ جميل. طب تعال نجرب كمان واحد. مانجيريال اكاونتنج بليسز كونسيدرابل ويت اون، يعني بتركز على، بتدي وزن نسبي كبير على جنرالي اكسبتد اكاونتنج برينسيبل، هي الجاب، بتركز على الجاب ولا بتركز على الفاينانشال هيستوري اوف ذا انتيتي ولا انشورينج ذات اول ترانزاكشن ار بروبرلي ريكوردد ولا ديتيلد سيجمنت ريبورت اباوت ديبارتمنت برودكت اند كاستمر. دي فعلا دي يا دكتور. خلي بالكوا ان A و B و C دول فاينانشال، يعني الجنرالي اكسبتد اكاونتنج برنس دي فاينانشال، اللي بيركز على الفاينانشال هيستوري دي فاينانشال لانها بتشتغل هيستوريكال كوست، انشورينج ذات اول ترانزاكشن ريكوردد يعني دخلناها جوه السيستم ده فاينانشال،
يبقى A و B و C financial. المانجيريال بتركز على السيجمنت ريبورتنج سواء كان على مستوى ديبارتمنت او برودكت او كاستمر. يبقى الاجابه الصح دي فعلا. طب which of the following is characteristics، خاصيه يعني للفاينانشال اكاونتنج، في حاجه من دولت characteristic of financial accounting not mandatory must follow gap emphasize on relevance of data rather than precision. بي طبعا هي must follow gap. اللي must follow gap هي financial accounting. ما شاء الله عليكم. طب تعال نجربه دي. ديت بيتكلم على characteristics بس بتاعت managerial. which of the following is characteristics of managerial accounting؟ ها هي اكيد اكيد مش بي. هي نوت مانداتوري. هي نوت مانداتوري. لا مش بي. بي ماست فولو جاب. لا هي هي الاجابه هتبقى دي ايه سي. برافو عليكم. لانها ماست فولو جاب دي غلط، لكن هي نوت مانداتوري. طبعا المانجيريال اكاونتنج نوت مانداتوري، بتركز على الريليفنس راذر ذان البريسيشن. صح، يبقى عندي اجابتين صح A و C. يبقى both A and C are correct. جميل. لغاية كده عندنا مشكلة ولا ماشي الحال؟ لا كويس ماشي بإذن الله. طب الحمد لله. الحمد لله. يعني الجزء اللي شرحناه هنسأل عليه بالطريقة اللي وريتها لحضراتكم ديت. طب ما تيجي برضو نزود شوية كده ونشوف احنا اصلا المانجيريال اكاونتنج بتخدم مين؟ بتخدم المانجمنت، عشان كده اسمها مانجمنت اكاونتنج او مانجيريال اكاونتنج، بتخدم على المانجمنت. يبقى انا عشان اخدم المانجر لازم اعرف هو المانجر بيعمل ايه عشان اوفره له، مش كده ولا ايه؟ يعني انا دلوقتي بيقول لك ايه، اعمل لي كوبايه شاي. فاول حاجه هتسال حضرتك عايز شاي خفيف ولا تقيل، حضرتك عايز شاي ولا قهوه، ولا اجيب لك عصير. يبقى انت لازم تعرف انا عايز ايه وعايزه ازاي. ده بيسموه الورك اوف مانجمنت. احنا عايزين نعرف الاداره في الشركات ايه هي الاوبجكتيفز او التولز او الشغل اللي هي بتعمله. فقال لك عندنا اساسا حاجات كتيره قوي، لكن احنا كبتوع اكاونتنج بنركز على ثلاث حاجات. لازم الاول الاداره تعمل بلاننج، فانا اوفر لها انفورميشن اباوت ذا بلاننج، وده هنتعلمه ان شاء الله لوحده. الاداره بتعمل حاجه اسمها كنترولنج، فلازم اوفر له معلومات عشان ليه اقدر اخدم عليه واساعده في الكنترولنج. الاداره بتعمل ديسيجن ميكنج، فلازم اوفر له معلومات وهو بيعمل ديسيجن ميكنج. ان شاء الله لما نيجي ناخد الماده بتاعه المانجيريال اكاونتنج دي قدام هيعلمونا، هيقسموا الماده دي ثلاث اجزاء، هيقولوا ايه هي المعلومات اللي بيحتاجها المدير عشان يعرف يعمل بلاننج، انا هوفرها له. ايه المعلومات اللي بيحتاجها المدير عشان يعمل كنترولنج، ايه المعلومات اللي بيحتاجها المدير عشان يعمل ديسيجن، وبالتالي انا هوفر المعلومات حسب الشغلانه اللي انا عايزها. لو بيعمل بلاننج اديله معلومات مختلفه خالص عن بيعمل كنترولنج، لو بيعمل ديسيجن اديله معلومات مختلفه خالص عن الكنترولنج. يبقى كل شغلانه لها نوع المعلومات الخاص بيها. يعني ايه برضو؟ تعال نمسكوا البلاننج الاول. حضرتك لما بتيجي تعمل بلاننج لشركه، بلاش شركه، تعال نعمله رحله. يعني جينا اتفقنا حضراتكم مع بعض كجروب كده وقلنا ما تيجي يوم كده نعملوا رحله. حضراتكم بتعملوا ايه الاول قبل ما تعملوا الرحله؟ هل بتاخدوا بعض وتروحوا الرحله، ولا بتخططوا الاول بتعملوا بلاننج؟ فبتقولوا الاول هي الرحله دي ايه الهدف منها، هل احنا هنروح رحله ترفيهيه، ولا هنروح رحله ثقافيه، ولا هنروح رحله تاريخيه، ولا هنروح رحله في شركه نتعلم منهم ونزور شركه. ف دي الالترناتيفز المتاحه، ده بالنسبه للرحله. فيبقى انا عندي الالترناتيفز كتيره، بحدد مجموعه الالترناتيفز اللي عندي البدائل. طب كل الالترناتيف من دولت هيبقى له بدائل تانيه. مثلا قررنا ان احنا هنقضي يوم انترتينمنت في اسكندريه، حضراتكم هتشرفونا في اسكندريه وهنفسحكم في اسكندريه، دي الرحله. طب السؤال، هنروح اسكندريه بالطياره، ولا هنروح بالقطر، ولا ناجر اتوبيس، ولا ناخد 3 4 عربيات من عربياتنا ونركبه مع بعض؟ دي الترناتيفز. طب لما نروح اسكندريه نفطر في الطريق ولا نفطر في اسكندريه؟ طب نتغدى سمك ولا هنتغدى لحمه؟ طب هنخش سينما ولا نركب مركب في البحر؟ انت عمال تحدد ايه الترناتيفز. طب الالترناتيفز اللي انت حددتها ديت
بتحددها بيزد على ايه؟ قال لك على الاورجنايزيشن اوبجكتيفز. يبقى سيلكت الالترناتيفز اللي تؤدي الى البيست جوب للاورجنايزيشن اوبجكتيفز، هدف الشركه. تعال نتفق مع بعض ان الشركات الهدف الاساسي بتاعها، سيبك بقى من السوشيال ريسبونسبيلتي وخدمه المجتمع والناس، الكلام ده كله في حب مصر، الشركات بتشتغل فور بروفيت. انت راجل هتشتغل بيزنس، يعني انت بتتكلم على بيزنس ادمنستريشن ماستر، مش كده؟ فانت لازم تبقى فاهم من اولها كده ان الشركات لما بتشتغل الهدف الاساسي بتاعها هو تحقيق ارباح. المين اوبجكتيف هو ارباح. يبقى انت لما بتيجي تحدد الالترناتيفز او بدائل، انت بتحدد البديل اللي حقق لك الماكسيمم بروفيت يو كان. هتقول لي بس احنا بنعمل سوشيال ريسبونسبيلتي وخدمات اجتماعيه، اي الخدمات الاجتماعيه اللي حضرتك بتعملها دي بتعملها عشان تحقق بروفيت. يا راجل ده انا بصرف فلوس، ده انا بزرع شجر وبعمل ملجا ايتام، كل ده عشان تكسب تعاطف المجتمع، فالناس تتعاطف مع شركتك عشان لما تيجي تعمل حاجه، الله الله الله، كله في الاخر بيصب فين؟ في البروفيت. يبقى لازم انا كراجل محاسب او راجل مدير مركز على ان الشركه بتاعتي المين اوبجكتيفز بتاعها هو البروفيت. يبقى انا هختار البدائل الالترناتيفز اللي هي الافضل لتحقيق البروفيت. طب اعمل ايه بقى؟ ركز معايا، اعمل حاجه اسمها بادجت. يعني ايه بادجت؟ يعني بعمل تخدي استيميشن. بادجت يعني استيميشن، يعني تقدير. ببدا اقول احنا هننزل رحله اسكندريه. اسالكم سؤال، هي رحله اسكندريه لو حضراتكم عملناها مع بعض ناخد من كل واحد اشتراك كام؟ كده يا شباب على حسب، على حسب رايحين بايه وهنروح فين. الله ينور عليك. اهي دي اسمها البادجت، اهي دي اسمها اللي حضرتك قلته ده اسمه. هقول لك مثلا هنركب طياره الواحد ب 1000 جنيه، بس لو ركبنا اتوبيس الواحد يركب ب 100 جنيه. هنتغدى ب 200 جنيه. هنوصل اسكندريه ونتغدى نتعشى كمان ب 300 جنيه. هو كله اكل اكل، مفيش سينما، في سينما ب 50 جنيه. واجمع دول فيطلعوا 2000 جنيه. فبقول لحضراتكم البادجت بتاعتنا 2000 جنيه. يعني ايه البادجت 2000؟ يعني كل واحد فينا هيدفع 2000 ونصرف منهم خلال الرحله. هسالك سؤال، هو حضرتك لما تنزل اسكندريه فعلا وتصرف، هتصرف ال 2000 بالظبط ولا في حدود ال 2000؟ حدود ال 2000. ده انت ممكن تركب اتوبيس فاقول له يا عم احنا جروب مع بعض ادينا ديسكاونت، اخش اتغدى انا عامل حسابي على النفر ب 200 فبقول له ده احنا 20 واحد هتحاسبنا على 200، ما تدينا ديسكاونت هنوفر ب 150 فيبقى وفرت من دي 150. يبقى البادجت هي استيميشن للي هيحصل، لكن اكتشوالي تعال نتفق اتفاق مع بعض ان البادجت ما بتحصلش بنسبه 100%، اكيد في فاريانس. يبقى انا كمحاسب هعمل لك البادجت. يبقى اول مهمه لما المدير يقول لي انا بعمل بلاننج، اقوم انا عامل له حاجه اسمها ايه؟ عامل له البادجت، ودي البادجت للمدير. يبقى انا كده ساعدته في البلاننج بتاعه. جميل، حددت له البدائل وحد يعني الطياره بكام والعربيه بكام والاتوبيس بكام، الغدا في الفندق الفلاني كام او المطعم الفلاني بكام، وادي له بادجت واقول له اختار حضرتك الانسب بقى كمدير، انت كمدير تختار، انا ساعدتك في البادجت. يبقى ده في حاله البلاننج هساعده في البادجت. لما نيجي ناخد المانجيريال اكاونتنج كورس هنتعلم ازاي نعمل البادجت دي، بس انا بقول لك دلوقتي ان في حاجه اسمها بادجت، عشان لما يجي يقول لك تعالى نعمله بادجت يبقى حضرتك فاهم ان البادجت هي استيميشن وبنستخدموها في عمليه البلاننج. طب ايه كمان؟ قال لك في حاجه اسمها الكنترولينج. حد يعرف يعني ايه كلمه كنترولينج بالعربي؟ معناها ايه؟ هي تحكم بس. بالظبط، هي ممكن ايوه اقول مراقبه. الله ينور عليك، تكون مراقبه تنفيذ البادجت دي مثلا. هي فعلا الكلمتين اللي حضرتك قلتهم، التحكم والرقابه، بالظبط. كلمه كنترول في مصر احنا عندنا بنستخدمها للكلمتين دول، عشان كده تلاقي الريموت كنترول يعني تحكم عن بعد، اللي هو بيغير بيه التلفزيون ده شغلته التحكم. الرقابه يعني ايه برضو؟ يعني نعرف احنا ماشيين مظبوط ولا في مشاكل. يعني ايه يا شباب؟ مش حضرتك عملت بادجت عشان ما نبعدش عنها بكتير؟ الله ينور عليك، فيري جود، انشور ان البلان ار بين فولود، يعني انت اتبعت الخطه او البلان اللي انت عامله، البادجت اتحققت. حضرتك كنت عامل البادجت على سيكونس كده، على خطوات، فقلت مثلا هنركب اتوبيس ب 1000 جنيه، هنتغدى ب 400 جنيه،
هنخش سينما ب 200 جنيه. فانا لما اجي اخلص المرحله الاولى اقول يا اخوانا احنا كنا مخططين نركب ب 1000، احنا ركبنا ب 900 بس، وفرنا كام؟ 100. ده انا ممكن اعدل البادجت، اقول لك ما تيجي نتغدوا بقى بدال 400 نطلبوا زياده ونخليهم 500. اهو ده التحكم، ان يبقى كل حاجه اندر يور كنترول، يبقى انا مش سايبك تايه. الراجل ده مش شغال بيطبق الخطه ويجي في الاخر يكتشف ان عنده عجز، هقول له لا ده انا خطوه بخطوه معاك. الله ينور عليك، انا خطوه بخطوه معاك. كل فيز جيت بنشوف بعد كل فيز جيت احنا وصلنا لفين. الله ينور عليك، هو ده اللي يسموه التحكم. يبقى التحكم ده يحصل ازاي؟ بيحصل بحاجه انا بساعد بيها المدير، ان بعمل له حاجه اسمها الفيدباك. الفيدباك يعني اللي حصل ايه، وقارن له البرفورمانس اللي حصل مع البادجت. اقول له انت صرفت 100 وكان البادجت المفروض 120، حضرتك وفرت 20. او كان العكس، انت حضرتك صرفت 120 البادجت كان 100، انت عديت البادجت ب 20. يبقى تيجي بعد كده تاخد بالك تنقص. يبقى انا بعمل له هنا حاجه بيسموها بيرفورمانس ريبورت. البيرفورمانس ريبورت انا كمحاسب اللي بعملها، بعملها ازاي؟ باخد الارقام الاكتوال واخد ارقام البادجت واقارنهم مع بعض واقول له في فاريانس ولا ما فيش، والفاريانس ده فيفرابل، ده حاجه كويسه انت قدرت توفر لو كان التكاليف، ولا حاجه وحشه انت عديت البادجت وعديت التكاليف فخلي بالك ابدا اعمل كاتنج بعد كده قلل. بعمل له حاجه اسمها بيرفورمانس ريبورت، يبقى دي انا هساعده بيها. ايه كمان؟ الراجل ده محتاج يعمل ديسيجنز، ده كل يوم المانجر محتاج يعمل ديسيجن، كل يوم بيختار امونج كومبيتينج الترناتيفز، اعمل ايه الف ولا ب، اشتري المكنه الف ولا المكنه ب، اقبل المناقصه ولا ارفضها، نروح يمين ولا شمال، نقبل العمليه ديت ولا نرفضها. دي كلها محتاجه ديسيجنز. انا بوفر له المعلومات ديت وبقول له انت تبيع لمين، تبيع بكام، وتكسب كام، وتحققها ازاي. انا بوفر له المعلومات ديت. عشان كده اخونا من شويه لما جه كلمني على الفرق بين اخواننا، حضرتك بعد اذنك انا نسيت حضرتك كان اسمهم ايه اللي حضرتك قلت لي عليهم بتوع الكوست، هندسه التكاليف، هندسه التكاليف كوست انجينيرنج مثلا، حاجه زي كده مثلا، هندسه التكاليف بالظبط. جميل جميل. وقلت لي الله، طب ما هو ليه نجيب محاسب يعمل الكلام دوت، ما هم كفايه، او نجيب الراجل الصنايعي القديم يعمل. او الراجل الصنايعي القديم ما يقدرش يطلع لي بيرفورمانس ريبورت، هو يقدر يعمل لي ايه؟ يديني الاكتوال يقول لي احنا صرفنا كام وعملنا كام، يقدر يعمل لي البادجت يقول لي هنصرف كام وهنعمل كام. انا اخد المعلومات دي منه واخد الاكتوال وقارنه مع البادجت وقارنهم مع بعض واطلع الفاريانس واقول للمدير خلي بالك ده كان كذا وبقى كذا. يبقى انا باخد المعلومات من بتاع التكاليف واعمل لها ريشيبنج. فهمنا اللعبه؟ عشان كده لو تخيلنا مع بعض، هو الحاجتين يا دكتور بعد اذن حضرتك اللي ظاهرين قوي قدامي كفرق دلوقتي، الجزء اللي هو بتاع البادجت من وجهه النظر المحاسبيه، والموضوع بتاع الكنترول. جميل. لان انا شايف ان الاثنين دول مكملين لبعض في الشغل، يعني طبعا ان هم ان ده الاصل وده التنظيم يعني. طب والديسيجن ميكنج، الديسيجن ميكنج دوت هياخده المتخذ القرار بقى اللي هو بس هل هنعتمد على الراجل بتاعت الكوست بس، الكوست انجينيرنج بس، يعني الصنايعي اللي عندي؟ هتقول لي مش كده، هقول لحضرتك انا عندي دلوقتي هنصنع الكرسي زي ما حضرتك قلت، فهنسال النجار صح، بس انا محتاج معلومات تانية، محتاج اعرف الكرسي ده بيتباع عند الكومباتيتورز والمنافسين بتوعي بكام. ايوه المعلومه دي ما يعرفهاش هو، انا اللي اجيبها، دراسه سوقيه بالظبط كده. هي العمليه مش مساله تكاليف بس، ده فيها كلام كتير قوي انا كمحاسب هجمعه، وهاخد حته من بتاع التكاليف وهسال بتاع الماركتنج. خلي بالك انا ممكن لو قبلت الكرسي ب 90 جنيه الكاستمرز الحاليين اللي عندي اللي ببيع لهم الكرسي ب 100 جنيه هيزعلوا، هقول لك انت بايع لنا ب 100 وبايع له هو ب 90، يبقى انا كده خسرت الكاستمر الحاليين. اهي دي معلومه ما يعرفهاش بتاع الكوست. يبقى انا بتاع المانجير اللي بيجمع المعلومات من كذا حته، من ضمنهم الصنايع اللي عنده الكوست، لكن انا بجمعهم وبعمل لها ريشيبنج وبحطها في شكل مناسب لمتخذ القرار، وهوريها لحضرتك بعد شويه برضو. طب تعال اساله. اتفضلي يا فندم. معلش حضرتك، هو سؤال واحد ده يعني انا مش فاهمه قوي، يعني البلاننج معتمد على الفيدباك ويعني ده صح ولا غلط؟ وده يعني طب ما احنا نقولوها مع بعض بالراحه، نقولوها مع بعض. احنا لسه ما حليناهوش.
احنا خدنا ثلاث حاجات، خدنا بلاننج وخدنا كنترولينج وخدنا الديسيجن ميكنج. على اساس طبعا هو فيها حاجات تانية كتير لكن احنا هنركز على الثلاثه دول. البلاننج بيعمل بادجت لان حاجه لسه استيميت فبيخطط فبيعمل بادجت. الكنترولينج بيعمل فيدباك، بياخد اللي حصل ويقارنه مع البادجت ويطلع الفرق بينهم. الديسيجن بيبقى بتوين الترناتيفز. انا عايز حضرتك تعرفي الثلاث كلمات دول. فهو بيقول لي هنا هو انكارنج اوت بلاننج، لما نعمل بلاننج بيركز على الفيدباك. حضرتك بلاننج بتخططي للمستقبل، فيدباك يعني حاجه حصلت. هو حضرتك لما بتخططي للمستقبل بتعملي بادجت ولا بتركزي على الفيدباك؟ ما بقول لك المستقبل. اه طبعا. بص بيقول لك تو انشور ذات ذا بلان از اكتشوالي كارد اوت. الاكتشوالي يبقى في اكتشوال اهوت وفي بلان. لما اجي اقارن الاكتشوال بالبلان ده مش بلاننج، ده كنترولينج. يبقى انا ببقى فاهم ان البلاننج معناه بادجت والكنترولينج معناه فيدباك، وقارن البلان بالاكتشوال واشوف في فاريانس ولا مفيش. ديسيجن بيبقى عندي مور ذان وان الترناتيفز وببدا اقارن بينهم واطلع الافضل. فالبلان مش مرتبط بالفيدباك، عشان كده انا حطيت خط تحت كلمه بلاننج وخط تحت كلمه فيدباك. والكلام الفاهم ما يفيدنيش. البلان مرتبط بالبادجت نوت فيدباك. يبقى الاجابه ديت بالنسبه لي اكيد فولس. طب نجربه اللي جايه كده. هو انكارنج اوت ذير كنترول اكتيفيتيز. هي بتكلم على كنترول اكتيفيتيز اهو. كنترول اكتيفيتيز سيلكت ا كورس اوف اكشن اند سبيسيفاي هاو ذا اكشن ويل بي امبلمنتد. دي كنترول. رونج طبعا. اكيد ده مش كنترول. الكنترول معناه انك تعمل فيدباك وتقارن الاكتوال بالايه. يبقى انا لازم افهم معنى كل اوبجكت ايه او معنى كل وظيفه ايه عشان اقدر اوفر المعلومات المناسبه ليها. طب نجربه كده. ذا بلانز ده ميكنج مظبوط. نعم يا فندم. سيجن ميكنج التربيه دي. ايوه يا فندم سيجن ميكنج طبعا. اه طبعا. The plans of management are often expressed formally in. The plans of management are often expressed formally in. لما اجي اطلع اه بالظبط ده بلان اهي. بص كلمه بلان يعني كلمه ايه؟ بادجت. طبعا مش فاينانشال ستيتمنت خالص لان دي بتاعه الفاينانشال اكاونتنج. البرفورمانس ريبورت دي بتاعه الكنترولنج. لما اجي اعمل كنترولنج اطلع لك بيرفورمانس ريبورت، احط لك خانه للاكتوال واحط لك خانه للبادجت واقارن لك بينهم واطلع الفاريانس. الليدجر ده دفتر بيتسجل فيه عند بتاع الفاينانشال اكاونتنج. الفاينانشال اكاونتنج بيسجل الريكورد بتاعته في حاجه اسمها جورنال وحاجه اسمها ليدجر. دي الدفاتر بتاعه الفاينانشال اكاونتنج. يبقى البلان اوف مانجمنت بعبر عنه في شكل حاجه اسمها بادجت. يبقى الاجابه الصح بتاعتي يا سي. طب the face of accounting concerns with providing information to manager for use in planning, controlling and decision making اسمها ايه؟ نوع الاكاونتنج face of accounting concerned with planning, controlling and decision making. Managerial. الله ينور عليكم. هي المانجيريال اكاونتنج. تمام.